السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أبشروا بالخير، بشرى وفتح ونصر من الله مبين. جهاز اسمه جهاز الداعي الإلكتروني، أسلمت العاملة المنزلية عندي عن طريقه ولله الحمد، وعن عند صاحبي نفس الحكاية. وهذا الجهاز يستهدف غير المسلم، يستهدف المسلم اللي عنده ضعف في الصلوات أو في الفقه. يعني يخبرني أحد الأشخاص يقول أنا عاملتي عندها جهل في أمور الدين والصلاة، خذيت الجهاز هذا، يقول تحولت تحول قوي، بل أصبحت من أهل الصيام في الاثنين والخميس. الجهاز موجود هنا في مكتب الدعوة في شمال بيشة، وهو جهاز نوعي، يعني استهدف بالمقاطع الصور وبالكتيبات والفيديو وعن طريق المطويات، يعني وفيه مجزل للمسلم وغير المسلم. هو لا يتصل بالإنترنت ولا يقبل التعديل على محتوياته ولا يمكن يخصص لغير الدعوة، يعني ما في مكالمات، ما في نت، ما في أي شيء. هذا الجهاز يرفع الملام عنا وعن الذين عندنا من العمالة يا أخوان. هذا الجهاز فتح